مع الخبرة مع الكورة مع كل حاجة، فأكيد في الآخر ربنا بيديلك يعني. انت شوقي غياب فرق شمال افريقيا عن بطوله امم افريقيا ريحك كمدير فني؟ وهل اتفاجئت بمستوى مالي في البطوله؟ لا بص، هو ما ريحنيش ولا اسعدني ولا حاجه، لان انا لعبت معاهم كلهم. ما لعبت مع تونس ولعبت مع الجزائر. لعبت مع الجزائر ماتشين ولعبت مع تونس اربع ماتشات. هو فادنا. فادنا في ايه؟ فادنا ان احنا كان عندنا الثلاث فرق اللي في مجموعتنا. الثلاث فرق اللي في مجموعتنا هم الثلاثه اللي لعبوا مع الجزائر والمغرب وتونس. فكاميرون كانت بتلعب تونس، وغانا كانت بتلعب الجزائر، ومالي كانت بتلعب المغرب. فدي فادنا ان احنا عندنا الشرايط الكافيه لماتشين، اخر ماتشين لعبوهم كان عندنا المعلومات كافيه، كان عندنا كل حاجه يعني، كان عندنا ديلز كامل للفرق دي ان احنا نلعبها فين. اول حاجه فرقه مالي انا كنت بعتبرها اقوى فرقه في المجموعه ده. ودايما في ماتشات الافتتاح يعني، خليني اقول لك ايه من خبرتي بقى وشغلي وشغل اللي انا اشتغلته في البطولات المجمعه بكتير، لازم ضربه البدايه بتاعتك تبقى بثلاث نقط. ما تبقاش ضربه البدايه، ما تبقاش ضربه البدايه بتاعتك انك ببصص للشو وبص اللي هيعجب الناس وبص لاي حاجه، لا تبقى بص للثلاث نقط، لان الثلاث نقط الاولانيين هم اللي هيخلوك توصل للهدف بعد كده. خلينا اقول لو احنا كنا لعبنا بشو جمالي وشو كويس واداء وشكل كويس وخسرنا ماتش مالي، كنا ممكن نخرج بالبطوله. ممكن نخرج. خلينا اقول لك ان احنا كنا لعبنا بشكل جميل وبشكل كل حاجه وتعادلنا، كنا مش ما كناش هنتاهل بعد الماتش الثاني. صح، خلاص الثلاث نقط الاولين بتوع مالي دول ريحونا، هم اللي ريحونا احنا ووصلونا، وهم اللي عملوا اللود على فرقه مالي. صح. يعني عملوا ضغط على فرقه مالي، لكن فرقه مالي من اقوى الفرق اللي موجوده في المجموعه. فرقه مالي اقوى بكتير من غانا واقوى بكتير من الكاميرون. لكن انت لقيت فرقه لقت نفسها خسرت ثلاث نقط، بقى عندها ماتش يا تفوز يا تخرج، فخرجت يعني كده. لكن لو كان متعادله كان هيبقى عنده امل، لو كان كسبان كان هيوصل، لان هو كان تصنيف اول. ولما شفناه في ماتش المغرب، فرقه المغرب عندها لعيبه كتير بتلعب في المنتخب الاول زي اشرف حكيمي، زي ناس في اوروبا كتير كتير. لا يعني عندهم لعيب من اللي بيلعب في اقوى الانديه الاوروبيه، اشرف حكيمي كان بيلعب المباراه وبيلعبوا كلهم كاملين. يعني الاثنين السنتين بتوع المغرب اللي لعبوا في بطوله افريقيا هم الاثنين اللي بيلعبوا في المنتخب الاولمبي بجانب لعيبه ثانيه كتيره، لكن قدروا يكسبوهم في مالي وقدروا يتعادلوا معاهم في المغرب وعاملين ماتشات كويسه. فده ده الكلام اللي احنا ايه اللي احنا بندور عليه.